السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. سيطرت قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات على اللواء الرابع حماية رئاسية، وأكد قائد اللواء مهران القباطي عن مشاركة مدرعات إماراتية في إسقاط اللواء الرئاسي في منطقة دار سعد، واصفا ما حدث بأنه غدر ونقض للاتفاق مع السعودية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش تطورات الانقلاب في عدن في محورين: الأول، هل سينجح الانقلاب في عدن وما هي فرص الشرعية في إفشاله؟ والثاني، طبيعة الدعم الإماراتي العسكري للانقلاب وأسباب التفرج السعودي عليه. دعا مجلس الوزراء السعودي الأطراف في عدن إلى ضبط النفس في الوقت الذي طالب فيه التحالف بسرعة إيقاف الاشتباكات، وهو ما جعل مراقبين يضعون علامات استفهام حول الموقف السعودي الذي تخلى عن الشرعية في أصعب لحظاتها. نتابع هذا التقرير الذي يرصد موقفي السعودية والإمارات من الانقلاب في عدن، ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. عدن على خطى صنعاء، انقلاب هذه المرة بدعم إماراتي وتواطؤ سعودي في ظل صمت دولي شبيه بما حدث في سبتمبر 2014. سقط اللواء الرابع حماية رئاسية بيد الانقلابيين الانفصاليين بعد مواجهات عنيفة مع قوات الانقلاب، حيث أكد قائد اللواء مهران القباطي أن مدرعات إماراتية أمطرت المعسكر بقذائف الهون في الوقت الذي تعهدت فيه الرياض بإعادة المعسكر. كان ميزان خارطة المواجهات العسكرية بين قوات الحزام الأمني وبين ألويات الرئاسة خلال الأيام الماضية قد اتجه لصالح الشرعية لولا الدعم العسكري الإماراتي لقوات الانقلاب، وهو الدعم الذي أدى لسقوط اللواء الرابع حماية رئاسية. يبدو الدعم الإماراتي للانقلاب في عدن واضح المعالم، وهو دعم عسكري لوجستي ومالي، لكن مراقبين أكدوا أن السعودية دعمت الإمارات بغطاء سياسي، وفسر الموقف السعودي من خلال الضغوطات التي تمارسها الرياض على الشرعية حيث دعت لضبط النفس والحوار مع الانفصاليين. يسعى التحالف السعودي الإماراتي بنظر محللين للضغط على الشرعية بتشكيل حكومة شراكة مع الانقلابيين، وهو إجراء من شأنه إفراغ الشرعية من قوتها السياسية وجعلها أداة مباشرة لتنفيذ أجندة التحالف. ما زالت الشرعية بتقدير عسكريين تمتلك زمام الأمور في عدن، وبيدها إفشال الانقلاب لو امتلكت القدرة على تجاوز الضغوطات السعودية والشجاعة لرفع ورقة الشرعية على التواجد الإماراتي في اليمن، خصوصا وأن التحالف العربي لم يعد بنظر الكثير تحالفا لدعم الشرعية بل لدعم الانقلاب عليها. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا لواء ركن محمد القبيبان محلل عسكري سعودي، سينضم إلينا من الرياض. مرحبا بك سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك. مساء النور، مرحبا بك سيادة اللواء. إذن لواء عسكري رئاسي يسقط بيد قوات الانقلاب في عدن وبمشاركة مدرعات إماراتية كما يؤكد قائد اللواء هناك ووسط أعين قوات التحالف العربي، إذا ماذا يعني هذا؟ بصورة عامة الوضع متأزم، ولنكون واقعيين، يعني قراءة المشهد بواقعية ولا نعم. يجب أن لا يكون هنالك مبالغة. أنا متابع القنوات اليمنية خاصة، نعم، ومتابع ضيوفك ومتابع عدد كبير من الضيوف في القنوات الأخرى ومتابع المشهد، ولي رسائل خاصة توصلني. لذلك خلينا نكون واقعيين لكي ننقل الصورة فيما يخص موقف دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، نعم، ودولة الإمارات. الآن نأخذ البيانات الرسمية. البيانات الرسمية صدرت من المتحدث الرسمي للإخوة في اليمن وكذلك بضبط النفس والتريث لحل هذه الأزمة، لأنه من الذي يقول أنها ليست أزمة فهو لا يعي. لكن سيادة اللواء، يعني عفوا لو قاطعتك هنا، ذكر يعني جملة الطرفين أو كلمة الطرفين، أي طرفين؟ وهو طرف شرعية مدعوم، أتى التحالف العربي بالأساس لدعم هذا الطرف. اليوم يتم الحديث عن طرفين، من هو الطرف الآخر؟
انا اتكلم لك الان وانت قطعت عني الفكره. نعم يعني تفضل. خليني اعطيك اللي ببالي علشان اخذ واعطي معك الكلام. تفضل. لانه الموضوع يهمني انا. اليمن واقعيا ما اهتم باي قطر اخر بقدر ما اهتم بانه اليمن يكون مستقر، لانه هذه يعني 3 سنوات راينا انه الصراعات في اليمن ليست نزهه وليست لبناء ولا، هي صراعات يجب ان تواجه بكل جديه حتى في الامور السياسيه. لكن خلينا لو سمحت لي يعني على العموم، الشرعيه في اليمن او طلعت عدد من البيانات، انت قطعت حبل افكاري، ولكن نعيد للموضوع بانه نحن في دول التحالف بتاكيدنا على البيان الذي ذكر بانه يعني تريث، وحتى انت لو تابعت اللقاءات الصحفيه اليوم مع الاخ تركي المالكي كانت هنالك يعني عدم وضوح الصوره له شخصيا بانه طلب ارجاء بعض الأسئلة حتى يتم الإجابة عليها عندما تتضح له الصورة. نعم. هذا بشكل عام. فما ذكرته بأنه هنالك دول تتفرج، لا، الشرعية تتمثل في فخامة الرئيس هادي. نعم. الحكومة لها مشكلة مع الشعب، هذا يحدث حتى لو كان هنالك حرب مستمرة. نحن لنا الشرعية ولنا الحكومة وهي التي يعني نتحدث معها. إن كان هنالك يعني مشاكل داخلية قصرت بها الحكومة، نعم، هل هو وقته؟ رؤيتي الشخصية هو ليس وقته. أنا معك بأن هنالك مبالغ مالية صرفت فلكية، وهذا الوضع المتدني في اليمن قد يكون أمنيا أنجز، ولكنه ليس بالصورة التي نريد أن نقدمها للعالم. لا، لكن لا يوجد، سامحني ولو قطعتك هنا، لا يوجد أي تحرك من الشعب. من تحرك هو قوة يعني لها مآرب محددة، يعني لا بعيدة عن لا مطالب خدمية أو غيرها، بينما المطالب السلمية المفترض أن تقدم. يعني هناك وسائل كاعتصامات كمظاهرات تعبر عن هذا الشيء، لكن أن يتم الاعتداء على معسكرات الدولة وإسقاطها. معلي المتحدثين كثر الذين تحدثوا عن هذا الانقسام السياسي اللي يتبع بالمؤاخذة، والله حتى اسمه ما أعرفه للأمانة، لأنه هذه ليست وقتها الحركات الانفصالية، ولكن جميعهم تحدثوا بكلام، الفعل يختلف، الحديث يختلف. الحديث نحن مع الشرعية ومتابعة الشرعية وحتى تنتهي المشروع طرد الميليشيات الانقلابية حتى تخرج من اليمن، هذا حديث ضيوفك وضيوف قنوات أخرى، وهو ما يتكلم عنه رئيس القسم السياسي المنفصل هذا، يعني لدرجة أني أنا لم أعطيه انتباه حتى منه اسمه العيدروس الزبيدي، لأنه حتى لو كان هنالك رؤى ضد الحكومة ولهم رؤى انفصالية، أنا لا أريد أن أتدخل في الشأن اليمني، ولكن بما أنه يعني سألتني وأنا بعطيك رأيي الشخصي. نعم. ما كان يجب أن يحصل هذا في هذا الوقت. الآن تأويلات القنوات وعلى رأسها قناتكم بأنه الأمارات تريد أن تستولي على الجزر، الأمارات تريد أن تعود إلى الموضوع الإنجليزي، هذا لا ينفع القضية. نعم. هذه وقائع، هذه وقائع. نحن حتى عندما نتحدث في هذه الأمور نتحدث عن وقائع وعن أدلة وعن إثباتات موجودة على أرض الواقع، يعني ليس تهكم ولا اتهام. يعني أنا أعتقد أنه لكل مقام مقال، بمعنى أنه الوضع الآن في اليمن، هل تريد أن يذهب إلى أحضان الخمينية وتصبح إيران الخمينية ونعود إلى ولاية الفقيه؟ هذا ما تريدون أن توصلون. نحن اليوم نتساءل سيادة اللي، ونتساءل عن دورة التحالف مما يحدث. يعني لو نعود ل 2014، يعني الحوثي يحاصر صنعاء ويقتحم صنعاء، وكان المطلب يتحدث عن مسألة البنزين، ارتفع هناك جرعة، وبالأخير ضرب البلاد بأكملها، واليوم الوضع كما تلاحظون. أيضا اليوم يأتي ما يسمى بالمجلس الانتقالي، ليتحدث عن إسقاط الحكومة، والمطلب أكبر من أن يحصر بمسألة الحكومة. أين هو دور التحالف العربي الذي أتى من أجل هذه الشرعية؟ هنا التساؤل. موجود دور التحالف العربي وسبب تحدثنا فيه، ولكن هنالك إشكال غير واضح، الصورة لم تتضح، هنالك اندفاع، هنالك حماسة من قبل
انه هذا التجمع باسم الزبيدي بانه نعم. خرج ويريد كذا وكذا. شخصيا الدوله او التحالف المملكه العربيه السعوديه الامارات الجميع مع الشرعيه. هنالك مشكله في الحكومه يا اخي، هو واقع انه في مشكله في الحكومه ونحن نتحدث عنها حتى في تحليلاتنا العسكريه الاخرى. يعني الان نعم. شف وين احنا فيه الان، هذا التفوق العسكري في صعدة وفي تعز بالذات، في تعز بالذات، وهذه الإنجازات التي تقوم بها أو يقوم بها أبناء اليمن الجيش الوطني والمقاومة وما يحدث. انظر ماذا حدث يعني في هذا الأمر. هل هذا يعني وحصل ما حصل في عدن، هل يعني هل هذا مفروض ما كان يحصل؟ الحكومة لابد أن تستبق الأحداث. لا يأتي أحد على الكرسي ويعتقد بأن هذا الكرسي مخلد له العيال. لا، اليمن غير، اليمن بلد حركي، بلد يتطلب في الوقت الحالي يتطلب جهد أكثر. أنا معك في هنالك قصور كثيرة من الحكومة، ولكن ما يحدث الآن، ماذا تريد التحالف؟ هل تبدأ هنالك رفع الوتيرة ويبدأ هنالك لكن يعني الواقع السياسي الواقع السياسي سيد هو إدارة الأمور بحكمة. نعم سيادة، ولكن الواقع السياسي يعني يشير هناك دلائل مؤكدة أن هذه الجماعة الانقلابية مدعومة من الإمارات، يعني قد يعني أصبحوا هم يصرحون بهذا الشيء قبل يعني أن ننفي هذه الفكرة أو التهمة الذي يعني تعتبرونها تهمة لدولة الإمارات. ولكن سأعود وأكمل معك سيادة اللواء محمد القبيبان، سأشرك معنا في النقاش المحلل السياسي فهمي السقاف، سينضم إلينا من عدن. سيد فهمي مساء الخير. أهلا بك سيد فهمي، يعني بداية لو تصف لنا كيف هو الوضع حاليا في عدن. يعني في عدن الآن الوضع هادئ طبعا، سمع تحريك للطيران في حدود الساعة من الساعة 5:30 إلى الساعة تقريبا 6 المساء المغرب، وانتهى تحريك الطيران. الوضع الآن هدوء الحذر في هدوء مدينة عدن. نعم. والناس يعني تطلع ماذا بعد، هذا هو السؤال، ماذا بعد، ماذا بعد هذه الأحداث، كيف سترتب الأمور. من الواضح طبعا أنه ما قبل هذه الأحداث ليس كمان. نعم، لكن سيد فهمي يعني هناك حديث طوال الفترة الماضية، حتى أن هناك استغراب أيضا من بعض الأطراف التحالف عن دور الإمارات الذي كما يعتقد أنه يهول في اليمن. البعض يقول بأن الدعم الإماراتي واضح للقوات الانقلابية، كيف تصف هذا الدعم يعني المقدم للقوى الانقلابية خصوصا خلال 24 ساعة الماضية؟ يا أستاذ، هؤلاء القوى التي انقلبت على الشرعيه او التي خاضت صراع مع الشرعيه وهي شرعيه الدوله، والتي يقول التحالف العربي على انه دخل لمساعده شرعيه الدوله واعادتها الى السلطه. نعم. التي فوضها الانقلابيين. فبالتالي هذه القوى وهذه الميليشيات من اللي سلحها؟ من مدار السلاح؟ ليس التحالف العربي وتحديد الامارات اللي هي موجوده يعني فعليا على الارض في عالم. طبعا هذا تساؤل مهم فعلا. هم طلعوها وفين اخذ السلاح؟ يعني فالتحالف موجود العربي طبعا بطيرانه والى اخره، كانت عندما تختلف مجموعه من هذه المكونات المسلحه داخل عدن والتحالف غير راضي والامارات غير راضيه عن هذا الخلاف، تحلق الاباتشي وهاي غفل الجميع عن القتال. نعم. لكن ما حصل، لاحظ ان القتال استمر على مدى يومين، استمرت المواجهات والتحالف العربي اختفى بالصمت ومراقبه ما يحدث فقط. نعم. اليوم الثاني في وقت متاخر بدات التصريحات تاتي على استحياء، تطالب بضبط النفس وما الى هنالك، لكن هذا كله در رماد العيون. ما حصل في عدن هو اساسا تغويض لشرعيه هذه، شرعيه الرجل المريض هذه غوضت تماما المواجهات الاخيره التي حصلت في عدن. نعم. أيوة. فبالتالي عدد ما يعني من الواضح تقريبا أن البلد تمشي نحو التمزيق حقا، من الواضح جدا أن البلد تمشي نحو التمزيق. أيوة. نعم. الآن ساعة ترتيب عدن وصل لمشيئة التحالف وتحديد الإمارات عن هذا اعتقادي وهذا الصوري، والأيام تقريبا أعتقد أنها استثنت ذلك جيدا.
نعم. إذن ابقى معي سيد فهمي، أعود لسيادة اللواء محمد القبيبان المحلل السياسي السعودي. سيد أو سيادة اللواء، لعلك سمعت لضيفنا، يعني جماعات مسلحة من أين لها السلاح وهذا العتاد الذي يمكنها من إسقاط معسكرات تابعة للدولة؟ وأيضا يعني ما يحدث أيضا في عدن يؤكده أنه استهداف لشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي التي يفترض أن يكون التحالف أتى حامل هذه الشرعية. ما في شك في أي لحظة يخرج السلاح عن الحكومة وعن الجهات الرسمية هذا يعتبر تهديد لاستقرار الدولة. فما أريد أن أوصله هنا بأنه ما حصل من تسليح مسبق لهذه الجماعات أو أنه تم تسليحهم من جهات أخرى هي تأتي ضمن إطار الخطة الأمنية. يعني الآن لو وأنا متابع وأنت كنت معنا حضرتك من أكثر من سنة، كنا نشوف هنالك التفجيرات في عدن ونشوف هنالك أو نرى هنالك الخروقات الأمنية ونرى ما إلى آخره. رأت القيادة الميدانية بتسليح جهات أخرى لدعم العملية الأمنية، لنقف عند هذه اللحظات. الآن ما حدث باستخدام السلاح والتوجه إلى مقر الرئاسة أو القوات العسكرية الحامية لفخامة الرئيس، هنا لا تأتي دور أو خلينا نقول لك يجب أن يأتي دور التريث لفهم ما هي القصة بأكملها، وإلا لا أصبحنا في عالم الغابة. نعم. ونبدأ نشير بدباباتنا ونحرك قوانا العسكرية، لكن للتصحيح هنا سيادة اللواء، منذ الوهلة الأولى هذه الجماعات أو الكيانات التي دعمت كما قلت لضبط الأمن هي منذ الوهلة الأولى متمردة على شرعية، ويعني تظهر شكليا من خلال الخطابات أو البيانات أنها يعني داعمة للشرعية وللتحالف العربي، وبالمقابل أفعالها على الأرض تتنافى تماما مع ما يعني تصرح به. احنا في وضع غير سوي في اليمن، بمعنى البلد مختطفة نوعا ما، البلد تحت تأثير اقتصادي مخيف، البلد ليست جاهزة لتقوم على أرجلها. اي نعم كنا نتمنى ان يكون حضرموت والمحافظات والمديريات المحررة تكون نموذجا، ولكن لم نستطع لاي سبب من الاسباب، الاقتصاد، وانت تعلم من هي الدول الداعمة لهذه الميليشيات الحوثية بطبع من مبالغ الريالات، وحتى يستمر تدمير الاقتصاد اليمني. فنحن لسنا في لحظات بحيث انه نترك الجميع يعمل من دون ان يكون هنالك دعم. يا اخي اذا انشاتها دولة الامارات فهي انشاتها لاغراض امنية، حصل هنالك تمرد. انا اعتقد لكن اليوم اين دور الامارات؟ هذه القوة التي انشاتها تنقلب على الحكومه الشرعيه، ايضا الحكومه بنفسها تصرح ان ما يحدث في عدن هو انقلاب، بينما الموقف السعودي لم يوضح ذلك حتى اللحظه، الموقف الاماراتي لم يوضح ذلك حتى اللحظه. فخامه الرئيس هذه حتى اللحظه لم نرى الا بعض التصريحات البسيطه بانه يتم ضبط النفس والى اخره. الحكومه قد يكون لها تصريحات أقوى فيما يخص هذا، ودولة الحالف متوجهة مع هذا الموضوع. القضية أنه الفتنة وزرع الفتنة واستغلال هذه الفرص، نعم، ليس 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 في خدمة المشروع بأكمله. نحن لدينا أهم من الزبيدي وأهم من هذه القوات التي لو أرسل لها كتيبة من الكتائب العسكرية المدربة ما استطاعت القضاء عليها، ولكن نحن لدينا يعني أهم من هذه المشاريع التي هي تؤخر العمل الذي ينجز الآن حاليا في مناطق اليمن بأكملها. أيضا ما يحدث الآن، أنا معك أنه خروج السلاح من غير جهات أو إلى جهات غير رسمية في الدولة، هذا ما دائما نتحدث عليه في الإعلام عن موضوع الحشد الشعبي وهذه الميليشيات حزب الله، وهذا هو الذي أسقط الشرعية اليوم في عدن يعني بصمت مقابل من دعمهم بهذا السلاح. يعني كان يفترض السلاح هذا الذي سلم لهم، من سلمهم السلاح قادر على يعني أن يحكمهم ويعني يوقفهم عند حدهم. لا، ليس صحيح ما تذكره. الآن لما تيجي تقول لي هذه الجماعات سلحت ولديها تسليح، الآن سؤالك أين دول التحالف؟ الإمارات والمملكة العربية السعودية ودول التحالف صرحت تصريحات رسمية بالتريث
والهدوء حتى يعني تتوضح لنا الأمور، لأنه هذا الموضوع صار يمكن تقريبا 3 أيام إلى 4 إلى يومين بالكثير. فليس من الحكمة تعجل في هذه الأمور وإشعال الوضع ومن ثم ندم على ما يحدث. هو يعني هو هناك وقائع، لكن يا سيدة اللواء، يعني هناك عيدروس الزبيدي وبن بريك يعني يسافرون إلى أبو ظبي ويعودون بمصيبة بعدها بأيام، يعني المسألة واضحة، بينما الدعم المقدم لهم والغطاء أيضا يعني بات واضح لدى الجميع. لكن يعني لماذا إذا كانوا هم يدعمون الشرعية كما تؤكد حتى اللحظة، لماذا يعني إلى اللحظة لم يوجد موقف واضح مما يقوم به الانقلابيين في عدن، يعني من دولة الإمارات والسعودية؟ يعني حتى تصريح لقائد اللواء الرابع حماية رئاسية يقول أن هناك هدنة وضعتها السعودية لإيقاف إطلاق النار، التزموا بهذه الهدنة، يتفاجؤون بالطيران يقصف مواقعهم بداخل اللواء مع تقدم لهذه القوات والسيطرة على المعسكر، كيف نفهم ذلك؟ وهذا اللي أقول لك، الوضع ليس واضحا، الصورة لم تتضح. يعني أنا من اللقاءات اللي سمعتها تلفزيونكم ولقاءات إعلامية ومتابعة من السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، سمعت أنه رئيس الاستخبارات السعودي يتوجه إلى الإمارات أو أعتقد إلى عدن أو إلى خارج المملكة العربية السعودية لحل هذه الأزمة. هل هذه معلومة أكيدة؟ أنا سامعها من الإعلام. الآن ما يحدث هنالك يعني تحرك، وتحرك جدي، وتحرك يعني في صالح العملية بأكملها، العملية العسكرية اللي بأكملها. ولكن هنا يجب أن نتعاون نحن مع الدولة ومع الحكومة ونظهر بأن هذه المشاكل أي نعم موجودة، نعترف أنها موجودة، ولكن لنحلها بالطريقة الأصلح، ولا نثير الفتنة بأن هنالك هذه الجماعة تود أن يكون هنالك يمن ينفصل عن اليمن الشمالي وندخل في متاهات. وهذا ما نخشى منه، ونتمنى أن يعني يكون هناك موقف للتحالف للملمة الوضع والمعلومات، حتى يعني المعلومات التي نعم يعني لدى العامة والاستشراف للمستقبل في ظل هذه الظروف. أنا أعتقد أنه هنا من ليس من الحكمة بأننا نتحدث بشدة وبحدة على الأحداث التي تحصل حصلت. الشدة هي على أرض الواقع سيادة اللواء، الشدة هي على أرض الواقع، ونحن ما نتحدث عنه هو انعكاس للواقع، يعني نقدم ما يحدث على الواقع ولا نأتي بشيء من عندنا. لكن أشكرك جزيلا سيادة اللواء، أوضحت الصورة تماما. اللواء محمد القبيبان محلل عسكري سعودي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر المحلل السياسي فهمي السقاف. سيد فهمي، يعني ماذا يعني سقوط اللواء رابع رئاسي؟ يعني كيف تقرأ الخارطة العسكرية للشرعية والانقلاب بعدن؟ أولا يعني طبعا من حيث ميزان القوى، قاله المحلل السياسي اللواء السعودي الذي كان معك من قليل، تفضل. يعني يحاول التبرير، ولكن موقفه واضح من خلال الكلام وهكذا انه موقفه ضعيف، لا يقدر ان يبرر حقائق موجوده على ارض الواقع للاسف الشديد. اولا من يريد ان يدعم الشرعيه لا يعمل لا يخلق اجهزه وميليشيات موازيه لها، قوه موازيه لها، بل تفوقها قوة واعتادها وإلى آخره من كلام هذا. هذه تمت القوات تسليحها وتدريبها وتأهيلها وتحت السمع وبصر التحالف. لا أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة أخذت وتصرفت على هذا النحو دون ضوء أخضر من السعودية أو دون موافقة السعودية أو دون علم السعودية أو أن السعودية كانت لا تعلم. لا بالعكس، كانت تعلم وكانت تعرف، لأنه لديها أيضا ضباط موجودين في عدن، بالتأكيد كانوا يطلعوها على كل ما يدور. نعم بالتأكيد. فبالتالي يعني الأمر ما فيه أستاذ أنه ما حصل مع اللواء الرابع وإلى آخره، هو تحصيل حاصل ما حصل مع اللواء الرابع. كل ما في الأمر هو الآن يتم تقسيم اليمن تماما. اليمن الآن داخل مرحلة التقسيم. الشرعية هذه لم يكون لها وجود، وعبد ربه كان خطاب التحالف يقول انه سيعيده الى صنعاء، فاصبح من المستحيل ان يدخل الى عدن فما بالك بصنعاء ان يعود اليها. نعم، اذا ابقى معي سيدي. يعني مخطئ من ظن انه لا، نحن هذه الحرب لم تاتي اصلا ولم تقوم لاعاده شرعيه او كلام من هذا القبيل. هذا كان كل غطاء ودم الرماد على العيون. الحرب هذه حدثت اعاده رسم خارطه في المنطقه بشكل عام، واليمن جزء منها. اليمن هذا سيفتت، ربما الجنوب هذا ستعود إلى ما قبل 67،
يعني. نعم ايوه بكيانات صغيره يعني مليش اسمه سلطنات وامارات ومشيخات، ويمكن هذا ما يحصلهاش. ايوه للاسف الشديد فعلا يعني الوضع هكذا يقول الوضع ناطق بهذا الشكل. نعم، إذا أشكرك جزيلا على الإيضاح سيد فهمي السقاف محلل سياسي كنت معنا من عدن. أرحب بضيفنا الآخر سينضم إلينا الدكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي عماني، مرحبا بك سيادة أو دكتور عبد الله. مرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام دكتور، إذا تابعت الأحداث الأخيرة في عدن، يعني هناك تقدم لقوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات، كيف تقرأ هذا التقدم لصالح قوات الانقلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متوقع جدا في ظل الاختلال ميزان القوى بين القوات التي تملكها الحكومة الشرعية في عدن والقوات التي يملكها الانفصاليون. تسمعني؟ ألو تسمعني؟ الصوت واضح؟ نعم تفضل تفضل. نعم يعني كما قلت لك هذا الأمر كان متوقعا منذ أن انفجرت هذه الأحداث في عدن قبل 3 أيام. هناك اختلال واضح في ميزان القوى لصالح القوة العسكرية التي يمتلكها الانفصاليون. نعم. وبالتالي الأمر لن يقف عند حدود عدن، هذا يعني إحنا ينبغي أن نقرأ المشهد في إطاره الاستراتيجي وأن لا نقف كثيرا عند التفاصيل. المسألة ليست مسألة صراع بين القوى العسكرية التي يقودها الانفصاليون ويعني قوى الحماية الرئاسية، المسألة أكبر من ذلك وأبعد من ذلك بكثير. هناك مشروع سياسي يتبدى اليوم أو قد دخل مرحلة الحزم ولن يقف الأمر عند حدود عدن وإنما سيتعدى إلى المناطق الجنوبية الأخرى. نحن نتحدث عن مشروع إقليمي، اتضح الآن أن التحالف لم يدشن عاصفة الحزم من أجل تحرير اليمن و إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء والانتصار لخيار الدولة اليمنية وخيار النظام الديمقراطي ليمن موحد، وإنما دخل بأجندات أخرى. هذه الأجندات اليوم تتبدى على الأرض، وهذا يعبر يعني هذه الأحداث التي تحدث منذ بضعة أيام في عدن تعبر عن يعني مرحلة متقدمة لهذا المشروع، وأخشى أن الأمر نعم. لا يقف أيضا عند حد تقسيم اليمن. لكن دكتور يعني أيضا ما زال هناك نوع من الإيهام لعامة الناس أن يعني الإمارات ما زالت تدعم الشرعية، يعني يبدو حتى فيما حدث أمس، وأيضا المملكة يعني ما زالت داعمة للشرعية، بينما يعني انقلاب حصل يوم أمس وإلى اللحظة لا يوجد موقف واضح، بينما هناك دعوة لكلا الأطراف، يعني حتى أنه يعني باتت الشرعية تسمى طرف لدى التحالف. أنا أرجو أن يستيقظ اليمنيون شعبا وحكومة وقوة سياسية وأن يقيس الأمور وفقا لما يجري على الأرض. هناك حقائق تجري على الأرض وألا يعني ينخدعوا بالخطاب السياسي النظري الذي يعلن بين الحين والآخر. هناك حقائق، هناك وقائع على الأرض. نعم. هذه الوقائع تعبر عن المشهد بشكل دقيق جدا. التحالف كان ينبغي أن ينحاز للحكومة الشرعية وكان ينبغي أن يأخذ على أيدي هؤلاء وكان ينبغي أن يدعم القوات العسكرية في عدن المنتمية للشرعية، وكان ينبغي أن لا يسمح لهذا الصدع أن يحدث في هذه اللحظة بالذات، ولكن التحالف لم يفعل شيئا من ذلك. حتى البيانات التي تخرج من التحالف هي بيانات مضللة وبيانات واهية وبيانات حمالة أوجه، فالمشهد لا يقرأ من خلال هذه البيانات ولا يقرأ من خلال المواقف السياسية الهشة وإنما يقرأ من خلال الوقائع التي تجري على الأرض. أنا كما قلت أن هناك مشروع، هذا المشروع صار واضحا الآن. نعم. وهذا المشروع يجري يعني لن يقف بالتأكيد عند حدود تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب وإنما إلى ربما. لكن دكتور هنا سأوقفك فقط للإيضاح، يعني أن المشروع الذي تقصده أنه مشروع يتبناه التحالف بشكل عام أم أن المشروع هذا فقط تتبناه دولة الإمارات، يعني خصوصا يعني أنه بات واضح التحرك الأخير هو بدعم إماراتي واضح، لكن الموقف السعودي البعض يرى أنها يعني فقط قدمت غطاء سياسي لما يحدث، لكن لا يوجد موقف مفهوم حتى اللحظة. لا يمكن لدولة بحجم دولة الإمارات العربية المتحدة أن تنفرد بقيادة هكذا أحداث. يبدو أن هذه مسائل متفق عليها، والذي يحدث الآن ليس وليد اللحظة، يعني هذا المشروع عمره الآن أكثر من 2 سنين
وهو يتمدد على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، ويبدو أنه قد وصل إلى قناعة مفادها أن هذه اللحظة باتت مناسبة للحزم وطرد الحكومة الشرعية من عدن، وبالتالي إسقاط الحكومة. أنا لا أرى فرقا بين ما حدث في صنعاء في سبتمبر 2014 وما حدث في عدن 28 يناير 2018، يعني كلاهما انقلاب على الحكومة الشرعية. الآن على المستوى العملي لم تعد هناك حكومة شرعية قائمة، ليس لها من الأمر شيء. الحكومة موجودة في الرياض وهي في حالة أسر، لا تملك من الأمر شيئا. إذن هذا تطور خطير جدا، وبالتالي أنا أقول على القوى اليمنية على المستوى القبلي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي يعني تفعل شيئا، أن تخرج يعني من حالة الجمود هذه وانتظار أن تقدم حكومة الرئيس هادي على فعل شيء، لأنها لن تفعل وليس باستطاعتها أن تفعل، ويبدو أنها ليست راغبة في أن تفعل. بدليل أنها لا توظف ما تبقى لديها من أوراق، يعني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. أنا الآن لو كنت في مكان الرئيس هادي لربما حركت يعني مجموعات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى عدن. فالمعركة التي تجري في عدن الآن ليست أقل أهمية من المعارك التي تجري في مناطق أخرى في عدن. إذن يعني دكتور باختصار، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الشرعية في ظل هذا الواقع؟ الحكومة الشرعية هناك جملة من الخطوات السياسية بل والخطوات العسكرية التي ينبغي عليها أن تتبعها. أول هذه الخطوات عليها أن تطلب من التحالف أن يعني يتبنى موقفا صريحا، ليس فقط على المستوى الخطاب النظري وإنما على مستوى التطبيقات العملية على الأرض. التحالف ليس مطلوبا منه أن يصدر بيانات يطالب فيها الأطراف المتنازعة أو المتحاربة يعني بضغط النفس والهدوء إلى آخره. التحالف مطلوب منه إدانات واضحة وصريحة لما يحدث الآن في عدن. التحالف لم يفعل، والحكومة يبدو أنها لم تطلب من التحالف أن يتبنى هكذا موقف صريح. هذه مسألة. المسألة الأخرى عليها أن تحرك المجتمع الدولي، يعني لم نسمع أن هناك تحركا على المستوى على 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 مستوى المجتمع الدولي لإدانة ما يحدث الآن في عدن. عليها ثالثا أن تضع في اعتبارها يعني النزاع اليوم نزاع عسكري، والحكومة إذا سقطت وإذا هزمت في هذا النزاع فمعنى ذلك أنها قد انتهت عمليا، فعليها أن تحرك ما بيدها من قوات من خارج عدن من أجل أن تخوض معركة عدن. لكن دكتور أيضا هناك من ينادي بإعلان إنهاء مشاركة القوات الإماراتية من قبل يعني الشرعية في التحالف العربي، يعني هل الشرعية أن تفعل ذلك مثلا؟ نعم، هذا واحد من الخيارات. التحالف دخل بطلب، يعني الغطاء القانوني، حكومة الرئيس هادي لا زالت توفر غطاء قانونيا يعني التحالف العربي. في اللحظة التي تعلن فيها حكومة الرئيس هادي أنها لم تعد بحاجة إلى هذا التدخل يرتفع هذا الغطاء القانوني، وبالتالي يصبح التحالف في إشكال كبير. فهذا خيار من الخيارات، ولكن يبدو أن حكومة الرئيس هادي لا أدري على ما تراهن في هذه اللحظة، ولكنها لا تفعل شيئاً، حتى الأوراق التي بيدها لا توظفها توظيفاً جيداً. نعم، إذن أشكرك جزيلاً الدكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي عماني، كنت معنا من مسقط، شكراً جزيلاً لك. وبهذا نصل إلى ختام الحلقة مشاهدينا، أشكر ضيوفي فهمي السقاف محلل سياسي كان معنا من عدن، وأشكر اللواء ركن محمد القبيبان كان معنا من العاصمة السعودية الرياض، محلل عسكري سعودي. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.